السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو مع الفيديو اتحدث وتحس بالسعادة لأن الفيديو لو تشتركوا بالقناة نصفنا انتم ميت مشترك وضغط لايك على نصفنا عبر عن ما تقدر من الفيديو. انا مشهد اسانسير من الكهرباء ومواعي تكاشي ينزل ازاي؟ واو ينزلوا من فوق وتحت ده كلهم نفس النوع. دي آلة بتعمل انا بتعمل حط الحاجات المرة التانية. النظام زي بتطبع الصحون وكده بتاع شكل دايرة او شكل حلزون. دي بحط التليفون مش حاجة واحدة. دي تليفون هواء مش حاجة واحدة. واو بحط ليه من ورا بروح الشحن بيتشحن عليه. دي آلة حادة بيشيل بيها الحاجة حاجة لطيفة عشان يشيلها بتلاقي مادة لزجة او اي حاجة. ثم تلاقيها مادة لزجة دي بننضف المكنسة بتنضف واشوفها القديمة دلوقتي الجديدة لفها عاملة ازاي. واو دي كورة كوتشينة اسرحها عاملة ازاي. مرة روعة حلوة. دي تكتب بالليزر او بتاع تكتب ارقام تكتب حروف وارقام. دي بقى ورق الوان زي الواحدة راح كله ينزل معايا. بص الالوان كلها دي بص دي نفس زي الاولى دي نفس زي الاولى دي بص برضه بيعمل بيديه راح كله طالع. واو مرة رقم واحد عايز واحدة زي دي بيشيل الاسمين الخطأ يكون جاي متغلف او شيل التغليف اللي عليه شيل التغليف اللي عليه. دي بتاع في البحر الألعاب المائية. عارف المركب هو سايبه على المية ده هو دي بيعمل ضغط لفوق. دي زي لون أسمر وزي الحبر برضه الحبر. دي منتجات لعمق ومعروف العدد بتاعها اللي بتنزل فيها. تقنية بيعمل دي كراتين بتتغلف بتحس بقى تروح المصانع وبتغلف فيها. واو دي بقى بتبص تكتب بص زي برضه ولا تلاقيه بص مع الانجل وبص مع الخشب ده ولا ايه. دي كان تاكسي. واو كان تاكسي نموت تاكسي المطارات نموت عارف تاكسي ولا ايه. دي بتاع اللعبة دي تلاقي آلية بتتعمل 4 ثواني. دي بنغلف شنط السفر بنغلفها. مش عارف مش يفتحها ولا يعمل اي حاجة. دي بتعمل شكل ارضية في الارض شكل ارضية. دي بقى اللي فوق في السقف سقف المعلق او الجبسون بورد. دي بيشيل بقى اللون الذهبي بيشيله. دي اقلام رصاص او العاب مائية. دي لسه بقى تتغلف تتحط في قارتين تتغلف على فوق. واو برضه حاجة صفرة نظام زي ورق في شريط لفه على بتاع هيلفه على لغة هيلفه بعد كده يروح يغلف في الباب يغلف في الباب. دي بيض شايل بتاع الواو حط مادة عند الواو حط أخضر وأصفر وأحمر. واو دي كور تنس كور صغيرة. دي مهزك دي بقى بتعمل بيحط اسمه بتاع بيلف ويجيب آلات حادة ويرسم عليها. دي اشكال بتاعت الورق دي